بكل مشاهدي اليوم السابع. النهاردة في سوق المقريزي، أشهر أسواق مدينة دمنهور بالبحيرة، للتعرف على أسعار الخضروات والفاكهة، خدمة جديدة يقدمها تلفزيون اليوم السابع. كما تشاهدون حضراتكم يعني انخفاض في الحركة التجارية بسبب موجة الحر، ولكن رغم ذلك يعني بالتزامن مع انخفاض في عدد كبير من السلع ومنها الخضروات. تفاصيل كثيرة عن أسعار السلع والخضروات نعرف أسعارها، نعرف يعني الوقت الذروة بالنسبة لها. كما تشاهدون حضراتكم لكم فيها اهلا بيك، تعرفني بنفسك. استاذ محمد. ازيك يا استاذ محمد؟ محمد انا شايف الاسعار يعني قبل اللايف بتقول لي الاسعار بدات تبقى في الانخفاض، يعني مع يعني رغم زيادات الاسعار في كل يعني في كل مكان وكثير من السلع، لكن الخضروات قل سعرها عن الاول. ايوه، احكي لي تفاصيل الانخفاض ده يعني بيتمثل في ايه؟ مواسم دايما بتبقى موجوده بايه؟ معلش علي صوتك عشان الخضار دلوقتي مواسم. الخضار مواسم؟ اه يعني دلوقتي الخضار كله حلو، الخيار بخمسه يعني البطاطس بكام؟ انا شايف البطاطس الكبيره 5 جنيه. البدنجان بخمسه. بدنجان بخمسه. تمام. الكوسه 3 ب 10. يعني دلوقتي الكوسه والبدنجان والخيار بكام؟ بخمسه. كله بقى ده سعر موحد ولا ايه؟ السعر موحد. انخفض يعني كانت الناس بتشتكي من غلاء الاسعار الخضروات في فتره من الفترات. كان ارتفاع ياما، احنا كنا رجعنا على رمضان كده، وفي رمضان كانت الحاجه غاليه خالص، الخيار ب 15 والبتنجان كان ب 15 و 12. اه والطماطم كانت ب 20. طب الطماطم بقى اللي هي بيسموها المجنونه بقى، يعني فهمني الطماطم بكام دلوقتي؟ نزلت خالص العدية ب 120 وب 150 وب 150. لا بص، مالناش دعوه بالعديات، احنا عايزين الاسعار بالنسبه للمستهلك. ونزلت 15 ونزلت 12 ونزلت 8. طب دلوقتي بكام؟ دلوقتي رفع شويه بقى، ثلاث اربع ايام كده ب 15 تاني وب 12. يعني من 12. طب ليه ارتفعت مع انها كانت ارخص؟ درجه الحراره بس، درجه الحراره هي اللي زودت الطماطم شويه. درجه الحراره لها دور في التسعير؟ ده كله. ازاي بقى فهمني؟ درجة الحرارة كمان ما تخليش السوق حلو، تخلي الناس تقعد في البيع. الناس تقعد. انا شايف برضو ان الحركة التجارية ضعيفة شوية، يعني يعني في الوقت ده كان الدنيا بتبقى زحمة. درجة الحرارة. درجة الحرارة. درجة الحرارة. تمام. اللي برضو عرفنا اسعار يعني بقية الخضروات، يعني البامية دي بكام؟ البامية ب 30 و25. ب 30؟ بس دي غالية قوي. بس هتنزل. اه ليه بشاير دي بقى؟ بشاير يعني عرفني بقى او عرف المشاهدين الوقت اللي هو بتاع اللي بيكون فيه الوقت الطبيعي للاسعار، يعني بعد موسم مثلا الحصاد بقد ايه؟ يعني بعد مثلا الباميه دي انت بتقول في البشاير، بعدها بقد ايه مثلا تنخفض اسعارها؟ يعني بعدها مثلا ب 10 15 يوم، ب 20 يوم بتنخفض اسعارها، بتبقى ب 12 ب 15. يعني ممكن تنزل ضعفين يعني. اه يعني كل ما يكون لسه في بدايه البشاير او لسه اي حاجه فيها خضار في بشايرها بتبقى غاليه. تمام. عشان بتبقى شويه. تمام. لكن لما بتزيد الكميه بتنزل. تنزل. عرفت انا شايف برضو في يعني منتجات وخضروات مختلفة. ده البنجر، بنجر السلطة. تعالى معلش، ده بكام ده يا محمد؟ ايه؟ ب 10. ده ب 10. والجزر؟ الجزر بخمسة. الجزر بخمسة. ايه تاني عندنا؟ انا شايف اللي فيه بصل ويعني رخيص جدا ب 2.5 اهوت. ايوه البصل تجاريا 2.5، بتاع الرفيع بتاع ب 2.5 والكبير بخمسه. والكبير بخمسه اه. ومصر بقى بشيك ب 3 ب 10 و2 جنيه كده. اه الالتزام بالتسعيره طبعا، انا عارف المساله كلها عرض وطلب، لكن في كل الاحوال في يعني تسعيره معياريه زي ما بيتقال يعني. بخشه يا باشا، في الخضار تسعيره معياريه. اه.
ليه؟ عشان خاطر الخضار عرض وطلب، انت كلهم في السوق. لا انا بتكلم، انا فاهم كل ده، انا بتكلم على حاجه ثانيه، يعني في بعض التجار بيغالوا في الاسعار حتى يعني مع الناس دلوقتي يا باشا ما عادش حاجه اسمها التجار بتغالي في الاسعار. دلوقتي الغالي الزبون ما بيطلبوش. الغالي الزبون ايه؟ الزبون عارف كل حاجه، يعني الزبون عارف ان مثلا البطاطس ب 5 جنيه، اروح لواحد هقول له البطاطس ب 8 جنيه هيسيبه ويمشي. انت معايا؟ ده اللي بيخلق المنافسه يعني. أيوة. عرض وطلب. ايوه مثل مثلا شغالين 10 و 8 تمام، انت دلوقتي رحت لواحد قال لك ب 15 وب 20 هتسيبه ويمشي؟ انت مش هتاخد منه يعني. التوازن في الاسعار من خلال المنافسه يعني. من خلال المنافسه. اللي انت قلت لي، معلش انت قلت لي الخيار ده بكام؟ خيار ب 5. وعرفني الاسعار الموحده اللي احنا كنا قايلين عليها، الخيار ب 5 والكوسه ب 5 والكوسه ب 5 والبدنجان ب 5. مفيش الا الطماطم اللي زادت شويه، وانت بتقول الباميه عشان البشاير فغاليه. موضوع الحر ده بيأثر على الخضار اصلا وتذاقته يعني؟ يعني هل بيزود مثلا نسبه الفائد مثلا؟ الحر بيزود كل حاجه يعني. ده الفائد يعني ده بيأثر على الانتاج؟ لا غير الانتاج، في البيع يعني. بالنسبه مثلا طبعا ما بيبقاش ما بيبقاش مثلا طازه يعني، بيأثر على الثمره نفسها؟ بيأثر طبعا، بيأثر. ما هو ما فيش سحب. انت عندك مثلا يعني الثمره دي انت بتسحب الارض عليها عشان ما الناس تمام. الحراره بتخلي الناس تقعد في البيت، وبالتالي ده بيأثر. طب ده انت ما تحاولش ان انت تقلل بقى يا محمد يعني، مثلا طالما حركه البيع والشراء هامش الربح ممكن يكون اقل شويه. بس انت كده شغال. انا شغال هتقل. بس انت شغال هتعمل ايه؟ انت شغال، لكن قصدي لما ما بيبقاش في سحب او في بيع وشراء، ده بيأثر، بيخلي الناس او بيخلي التجار تقلل الاسعار؟ لا ما بيقللش الاسعار، هو تاجر اقل الاسعار ازاي؟ يعني جاب يقلل من هامش الربح ممكن. ما هو بدل ما يرميه في الاخر بيقلل يعني. شكرا محمد، كل سنه وانت طيب. لا مش هيك.